السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتحدث إن شاء الله تعالى عن 3 طرق لحساب عدد أسياخ الحديد في الطن الواحد. الطريقة الأولى N equal 0.0136 over diameter square، يعني عدد الأسياخ N يساوي 0.0136 على مربع قطر السيخ، مع اعتبار أن قطر السيخ سنستخدمه بالمتر وليس بالمليمتر. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية رو إيكوال ماس أوفر فوليوم، يعني الكثافة تساوي الكتلة على الحجم. الكثافة رو كونستانت 7.8 طن بير متر كيوب، أما الكتلة ماس فهي 1 طن لأننا نريدها في الطن الواحد. طبعا لدينا الماس ولدينا الرو، يبقى لدينا الفوليوم نستطيع أن نعرفه، وهو عبارة عن 1 طن قسمة 7.8 طن يساوي 0.128 متر كيوب. الآن الآن يعني عدد الأسياخ يساوي الفوليوم على طول السيخ، طبعا نستخدم طول السيخ هنا بالمتر، ضرب مساحة السيخ. مساحة السيخ هي باي دي سكوير على 4، طبعا الدي هو القطر وهنا نستخدمه بالمتر. هذه الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة N equal 1000 كيلوغرام الذي هو 1 طن على طول السيخ بالمتر ضرب قطر السيخ، مربع قطر السيخ يعني ديمتر سكوير قسمة 162، لكن هنا نستخدم قطر السيخ بالمليمتر. ولدينا هنا مثال، لو أن مثلا لدينا صيخ بطول 12 متر وقطر الصيخ 16 مليمتر، طبعا 16 مليمتر يعني 0.016 متر. الطريقة الأولى N equal 0.0136 over diameter square، قلنا القطر نستخدمه بالمتر عادي 0.0136 على diameter 0.016 square يعطينا 53 بار، يعني 53 صيخ. الطريقة الثانية رو إيكوال ماس أوفر فوليوم، الماس 1 طن، الرو 7.8، الفوليوم يظهر معنا 0.128 متر كيوب. ثم N إيكوال فوليوم على لنث أوف بار، لنث أوف بار بالمتر ضرب باي دي سكوير أوفر 4، الديميتر للبار بالمتر أيضا زي يعني 0.128 على لنث أوف بار 12 ضرب باي دي سكوير على 4، دي سكوير 0.016 يعطينا 53 سيخ. الطريقة الثالثة والأخيرة وهي N equal 1000 كيلوغرام على length of bar الذي هو 12 ملي ضرب الديميتر سكوير على 162، هنا الديميتر نستخدمه بالمليمتر، نستخدمه 16 مليمتر فيعطينا 53 سيخ.